خليني أقول لحضرتك، يمكن دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من حديث وأكثر من خطاب ليه صبغة رسمية كمان أو صبغة رسمية، دايما بيقول إن أمن الخليج من أمن مصر والعكس صحيح، أمن مصر من أمن الخليج وأمن الخليج خط أحمر. يمكن هذه الزيارة بتعكس يعني مدى أهمية أمن الخليج لمصر تحديدا والعكس صحيح، وتؤكد أيضا على انفتاح مصر على دول الخليج كافة والسعي لتحقيق التكامل العربي. يعني كيف ترى ذلك؟ طبعا هذه يعني مقولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي نفس الخطاب الذي ايضا نتحدث منه من عمان، حيث لابد يعني ان نفكر بانه بمفهوم الامن العربي المشترك، ما يؤثر على مصر سلبا سيؤثر علينا والعكس صحيح، وكلما تم يعني مسارات مواقف مشتركه في مواجهه هذه التحديات القادمة، سواء كان لها علاقة بالإرهاب أو العمليات المسلحة كما قلت، أو ملف سد النهضة وموقف عمان كان واضح وصريح في ذلك. ففي مختلف المواقف يعني نحن نرى بأن الموقف المصري موقف أساسي، وفي مواجهة هذه التحديات مصر كما نقول دائما هي يعني قلب العالم العربي كله، فلا بد من العودة إلى التنسيق، ولا بد من نرى بأن هنالك الكثير من المشترك بيننا، وندافع عن نفس الموقف ومزيد من التنسيق في المجال العلاقات الدولية، خاصة ضمن يعني أزمات متلاحقة واحدة بعد الأخرى. فبالتالي لابد من الكثير من العمل الدبلوماسي القائم، لأن مصالحنا مشتركة.